كديري بخير، كلشي مزيان. في هذا الفيديو غادي ندير طريقة ديال تحويل المال من محفظة جوسير لمحفظة جوسير. هنا غادي نهز الايدي ديال الابلاين ديالي، باغي نصيفط ليه شي حاجة. صافي، كتمشي للماي واليت. انا كنمشي للماي واليت، انا نهبط لتحت. ها هما عندي في جوسير بوان، يعني خاص يكونوا في جوسير بوان باش تحولهم. الا كانوا في الاي اس دي واليت كتحولهم لجوسير بوان، يعني جوسير واليت. هنا كدير ترانسفير، كدير ترانسفير، هنا كدير الاي دي ديال السيد اللي باغي تفيرسي ليه، هنا كدير شحال باغي تفيرسي ليه. انا درت الكود سيكوريتي ديالي. هنا غادي ندير شحال باغي نفيرسي ليه من نقطة. باغي نفيرسي ليه 460 نقطة. هنا هاد الخاصية هي اللي زادت جوسيا الجديدة، جيت او تي بي. غادير هاد جيت او تي بي، كتكليكي عليها. من بعد ما كدير الكود بين، هنا كيصيفطوا لك في المايل، كيصيفطوا لك ميساج في واحد الارقام. انتم كيما كتشوفوا هو المايل وصلني، كتدخل داك الكود، ها هو 75466. كدير 75466 هنا، 75466. كدير داك الكود هنا، كدير ترانسفير ناو. يعني هاد الكود كيكون صالح المرة واحدة فقط، يعني المرة الجاية ضروري كدير عاوتاني جيت او تي بي باش توصلك الكود، وكتدخل عاوتاني هنا باش دير ترانسفير.